نبدا. طيب نكمل معاها ان شاء الله السكوير افكت. هنشتغل النهارده فريمز ديفاي سلو ريفليكشن. دي الطريقه اللي احنا هنحل بيها المومنت. يعني هي احنا سميناها هي الطريقه، بس احنا دلوقتي مش حدش يقول لي شاطر ده او المسائل اسمها ديفاي سلو ريفليكشن. ده غلطه شائعه. هو الفكره كلها الطريقه اللي احنا هنجيب بيها المومنت في الحاله اسمها ديفاي سلو ريفليكشن. طب ايه اسمها ديفاي سلو ريفليكشن مش سلو ريفليكشن؟ طب تدونا الموديفاي يبقى تدونا السلوب؟ لا. احنا السلوب ديفليكشن ميثود بيجيب السلوب بدلاله المومنت. تمام كده؟ ده البدايه بتاعت الطريقه. تمام؟ انا بقول لك بس القصه من الاول. فالسلوب ديفليكشن بيجيب السلوب بدلاله المومنت. انا النهارده عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب المومنت بدلاله السلوب. عشان كده استخدمنا الموديفاي. انما في مسائل ثانيه مثلا في الترم الثاني في الاستيفنس هتلاقيها بتشتغل بالسلوب ديفليكشن. يعني ايه؟ يعني هجيب السيتا السلوب بدلاله المومنت، انما النهارده انا هجيب المومنت بدلاله السلوب. عشان كده خدنا الموديفايد سلوب. فالطريقتين واحد. يعني لو فهمت دي يبقى فهمت دي. تمام؟ يعني مش محتاج ان احنا نعرف السلوب ديفليكشن بس عشان نعرف الموديفايد. فاحنا النهارده هنشتغل بدرس مهم موديفايد سلوب ديفليكشن. وهي اصلا المساله ما اسمهاش مساله موديفايد سلوب ديفليكشن، بس موديفايد سلوب ديفليكشن لما تكون ان شاء الله موجودين في الترم الثاني. انما احنا بس بنستخدمها عشان محتاجين حاجه تجيب لنا مومنت في الاستراكشر ده يا جماعه. دي ترم ولا دي ترم؟ دي ترم. لو كان ده ديترمن انا ما كنتش محتاج اصلا نشتغل بطريقه موديفايد سلوب ولا اي طريقه، كنت هحل على طول بمعلومات من سنه ايه؟ وعشان نحل هنا بالمومنت ديستريبيوشن هنضيع وقت جامد. تمام؟ فالموديفايد سلوب بينزل الحل شويه، عشان كده بنشتغل بالموديفايد سلوب. ايه بقى القصه بتاعت المساله؟ المساله عادي نفس الباكي اللي عادي زي السكواير فيت نفس البي كريتيكال. تمام كده؟ البي كريتيكال هنا لما بنيجي نرسمه بناخد في اعتبارنا ان هنا في جوينت انا مش عارف لها الباوند كونديشن بتاعها. يعني الجوينت دي مثلا نسال نفسنا سؤال، عندها مومنت بعد ما يحصل لها باكلينج؟ عندها مومنت ولا مش عندها مومنت؟ بعد ما يحصل لها باكلينج دي نقطه في نص الستركشر، صح كده؟ فبالتالي عندها مومنت. طب عندها لو الرام ولا ما بتدور ولا ما بتدورش النقطه في النص دي؟ طبيعي انها هتدور لان ما فيش حاجه تمنعها انها ما تدورش، صح كده؟ في حاجه بنفترضها في النون سوي دي نون سوي، صح كده؟ ان النقطه اللي في النص دي ولا هتنزل رقص ولا تتحرك افقي، يعني هي مش مهندس، يعني انا عمال بزقها كده وبزقها كده مش هتنزل رقص ولا تتحرك افقي، لا هي بتنزل تتحرك افقي. بس زود الدوران لما بيحصل لها باكلينج اكبر بكتير من الحركه الرئيسيه والافقيه. فبنعمل ايه؟ بنهملها. متفقين كده؟ بنعمل ايه؟ بنهمل الحركه دي. تمام؟ يبقى اذا في حركه افقيه رئيسيه احنا بنهملها. يبقى القانون الوحيد اللي عندي اللي هو اسمه ايه بقى؟ ان الزاويه دي لفت بايه؟ يا جماعه القانون الوحيد ان هنا في سيتا، صح كده؟ يبقى القانون الوحيد ان هنا في سيتا في المساله كده، يبقى انا بدور على سيتا مين. طب المساله بيحصل لها باكلنج ازاي؟ لما تدوس عليها كده تقوم عامله كده. احيانا في الامتحان بيطلب منك شكل الباكلنج. المفروض الزاويه دي تفضل 90 درجه، صح؟ لانها ايه؟ بناء على ايه؟ الاستراكشر ستيل خرسانه في حياتنا بنقول دي مش الكونكشن، لازم تفضل 90 درجه. وبعد كده الاستراكشر تقوم عامل كده. وبعد كده يبدا يضم كده. خد بالك يا معلم، بص بس ازاي؟ لو ده كان هنج تحت في الرسم ما كانتش هتبقى عامله كده. تبقى عامله ازاي؟ الهنج بيعمل كده. خلاص المفروض انت رسمت الانفورميشن كده، ده بيمنع الدوران، فبالتالي بيلم المساله كده. انما الهنج كان يعمل كده بالشكل ده. طبعا انا ما عنديش هنج دلوقتي، هنرسمها المساله الجايه، هنعمل المساله الجايه. طيب تعال نشوف برضه ايه المشكله الثانيه. المشكله اننا هنا النقطه دي عندها قلنا مومنت وسيتا، صح كده؟ احنا دايما متعودين ان الهنج عنده ايه؟ مومنت كام؟ صفر، وعنده سيتا بيدور براحته. عشان كده ما عندوش مومنت، لان هو لو عنده مومنت يبقى السيتا دي مش هتدور براحتها، تنزل شويه وتقف. بس هو عشان المومنت عنده صفر فبيدور براحته. تمام كده؟ طيب والفيكسد منع الدوران خالص، فالمومنت اللي عنده ده هو القيمه اللي منعت الدوران ده خالص اللي خلوه صفر. تمام كده؟ النقطه دي بقى هي حاجه ولا هينش عنده مومنت بصفر وسمح الدوران خالص، ولا فيكسد منع الدوران وعنده مومنت كبير. هي حاجه ايه؟ حاجه بالنص، حاجه في النص كده، بين الهنج وبين مين؟ بين الفيكسد. طيب يبقى اذا طريقه حلنا هتبقى كالاتي، ان احنا هنفترض هنقول ان اذا لو انا عارف الباوند كونديشن بتاع النقطه دي والنقطه دي كنت هقول لك الباكلنج اللي خدناه الاسبوع اللي فات. يا جماعه لو دي هنج، النقطه دي هنج، يبقى الباكلنج اللي على الراس ايه؟ فاي تربيع في الاستيفنس على كي في الطول تربيع، وناخد الكي بكام؟ لو فيكسد هنج فاهم؟ 0.7 ما تذاكروش 0.7، ولو فيكسد فوق فيكسد تحت ناخد الكيب كام؟ بنص. بس انا ما اعرفش، انا ما اعرفش دي اذا كانت هنج ولا فيكسد، فبالتالي جت من هنا فكره المساله ان انا عايز بقى اعمل ايه؟ عايز اعمل حل، اكني بحاول احصل الحل الصح
ما بين انها لو هنج تبقى كام ولو فيكس تبقى كام. هل ممكن حد يبقى مش ما بين الحالتين دول؟ اقل حاله انها هنج واكبر حاله انها فيكس. يبقى الحاله ما بين الاثنين دول هي ولا هنج. اضعف حاجه خلي بالك عندنا دلوقتي خد بالك انا النقطه اللي في النص هنا لما اجي افكر فيها اقول النقطه دي ما بتحركش رفع راسي. ايه السبورت اللي ما بتحركش رفع راسي؟ مين السبورت اللي ما بتحركش رفع راسي؟ بنمع الترانزيشن في اكس وترانزيشن في واي. هنج الهنج والفيكس الاثنين مين اعرفهم؟ الهنج. يبقى ده اقل احتمال في الاحتمالات ان هو يبقى هنج واكبر احتمال ان هو يبقى فيكس. تمام كده؟ يبقى النهارده مش هنشتغل على فيكس والهنج بس. تمام كده؟ يعني ايه هنج هنج فيكس 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 هنج. الاسبوع الجاي هناخد بقى اللي هم كان فيهم ايه؟ الجايدنت اللي هو الفيكس جايدنت والفيكس فري والجايدنت فيكس او جايدنت هنج. لان دول كلهم بيتحركوا ايه؟ جايدنت. انا النهارده ما عنديش حركه سويت انا نص وي فبالتالي هناخد الحاجه اللي هي النص وي. يبقى النهارده مش محتاجين بس غير الثلاثه دول اللي هو الهنج هنج والفيكس فيكس والفيكس هنج. قلنا القانون اللي انا بشتغل بيه انا هكتبه هنا عشان انا مش عايز انساه. هكتبه فوق هنا خالص عشان انا دايما عايزكم شايفين. القانون بيقول ان البي كريتيكال بيساوي باي بص بقى نكتب القانون ازاي ستيفنس بشكل بي اي هنا على كي في لمس ما كفتش كي في لمس الكل ايه؟ تربيع. حلو القانون ده انا عايز كده ونكتب جنبيه كده هنا ان الكي بقى على حسب لو هنجل هنجل الكي كام؟ واحد. ولو لو فيكسد هنجل الكي كام؟ 0.7 ولو فيكسد فيكسد ايه؟ نص كي بنص بس. طبعا باي تربيع اكيد باي تربيع انا قلت باي تربيع بس ما كتبتهاش باي تربيع في الستيفنس على كيف اللينس تربيع. تمام كده ده القانون انا هحتاجه النهارده ضروري جدا وفي معاه قانون بايلر هكتبه كمان شويه لما اقول لكم يعني ايه بايلر او تعالى نكتب قانون بايلر برضه نكتبه دلوقتي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. في قانون بقى يا جماعه بايلر بايلر ده اللي اخترع القصه دي كلها لما اخترعها اخترعها على الهنج هنج. يبقى اذا لو نفس القانون ده بقى هنج هنج يبقى ايه الاختلاف؟ الباي تربيع في الاستيفنس على الكي هنا يبقى واحد. يبقى الفرق ما بين البي كريتيكال والبي اويلر ان الكي واحد خلاص. بس خليك فاكر ان انا عايز البي اويلر ده في الحق محتاج. تمام كده؟ يبقى البي اويلر والباي تربيع في الاستيفنس على الانس تربيع خلاص. والجهات اللي انا محتاجها بتوع الثلاث دول كتبتهم فوق هنا. طبعا كل ما احتاج قانون هم ايه كاتبه فوق هنا عشان يبقى محتاجين. انا خلاص كتبت دول فوق خلاص. دلوقتي بقى هنحاول نعمل ايه؟ كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنحاول نحصر الحاله الصح. انا عارف ان هما بين الماجورتي قلنا ما بين حالتين يا هنج ده اضعف حاجه اضعف ايمان ودي فيكسد اللي هو اكبر ايمان يعني دي تبقى فيكسد قوي. تمام كده؟ طيب يبقى تيجي نقول هنعمل في خطوه هكتبها هنا اسمها باوند دي يو ان دي باوند دي اللي هنحصر فيها الحل. انا المفروض ان دي في حلنا في الامتحان تبقى خطوه رقم 2 بس انا عايز اعملها بقى خطوه رقم 1 لان الخطوه رقم واحد دي انا هحتاجها بعدين. فخلينا نقول ان احنا هنعمل دي الخطوه رقم 2 الاول هنعمل واحد كمان شويه بس الاول اصلا مش هينفع اقول لك الخطوه واحد دي اسمها رول بما ان انا لسه ما اقولش يعني ايه المومنت اصلا بتاع الطريقه البروفايل سلوب بيبقى محتاج حاجه اسمها رول. فانا مش هقول لك هقول لك الحدود. الحدود هنعمل ايه؟ هنقول انا عندي ما عنديش غير ايه في المساله يا جماعه؟ هو تو ايليمنت بس اي بي ها بي سي وبي سي. الحدود بتاع اي بي قلنا اقل حاجه دايما بنقول ايه؟ بنقول انا عندي اللور باوند اللي هو اللور باوند ده بتاع اي بي ان هو يبقى فيكس هنج. تمام كده؟ واخر باوند ان هو يبقى ايه؟ فيكس فيكس بس. ايه اللي عليها هنا؟ بي. تيجي سنتك في الامتحان كده وتنتج دي كده بي كريتيكال بي كريتيكال لان انت عايز ايه في الاخر اصلا المساله؟ تايم البي كريتيكال. تمام كده؟ يعني في لوحه مره تكتبها كده. انت عايز توصل لحد كده مش اي بي خلاص لا البي كريتيكال. ال ال بي عليه ايه؟ هاي عليه بي كريتيكال ولا بي كريتيكال عليه ايه؟ بي كريتيكال. بي كريتيكال يبقى انت بتعمل حدود لمين؟ لبي كريتيكال. اكبر من ايه واقل من ايه؟ انا متاكد ان هو اكبر من الحاله دي. تمام؟ هو حاجه في النص ما بين الاثنين دول فانا بعمل له حدود. اسال عارف من حل من هنا لحد هنا. كام بقى؟ هنشوف احنا هنعرف كام في النص دلوقتي. تمام؟ طيب يبقى بيت كريتيكال اكبر من باي تربيع في الاستيفنس. بص القانون بيقول استيفنس. بص
حدش فيكم سألني ليه يا باشمهندس كتبت ستيكس ما كتبتش اي ولينس ما ليه كتبت لينس؟ لان في الامتحان احيانا بيجي اللينس 1.5 ال فسيادتك حافظ القانون كيف ال تيجي تخش في الامتحان تكون كاتب كيف ال بس هي كيف كام؟ 1.5 ال برضه الستيكس احيانا تبقى اي اي 1.5 اي اي واحيانا تبقى ربع ممكن تبقى 1.5 ممكن تبقى 2 ممكن تبقى 3 ممكن تبقى 4 فدايما بتبقى اللي هي قيم موجوده في الاي اي فبنكتب القانون ونحفظه بالطريقه. طيب الستيبس هنا هنعمل عندي الرقص 2 اي ار اهي وعلى الافقي كي في اللينس تربيع كي عندي بقى فيكس دينجن يبقى 0.7 اللينس 1.5 في ال الكلام ده كل ايه؟ كل تربيع ماشي؟ طيب ونيجي هنا نقوم قايلين باي تربيع برضه في نفس القانون اللي هو 2 اي اي بس الفرق هنا ان كي ده فيكس يبقى كده نص في كام؟ 1.5 ال لكل تربيع. كل اللي انت هتعمله انك هتيجي هنا على جنب تقوم ملوث حاجه جنب كده تبقى اذا انت قايل دي كريتيكال اكبر من ايه واقل من ايه. بص بقى بنعمل الحاله دايما بنلاقي باي تربيع اي اي على ال تربيع اللي هو بشكل باي فبنعمل ايه؟ نمسك الكالكليتر نقوم قاسمين 2 على 2.7 في 1.5 نربع الاول 2.7 في 1.5 تربيع ونقول 2 على الرقم ده تربيع يعني نحاول ايه؟ نخليها بالشكل ده اللي هي باي تربيع اي اي على ال تربيع الناحيه الثانيه برضه باي تربيع اي اي على ال تربيع تمام؟ ليه بعمل كده؟ هتفهم في اخر المساله بس خليها لنا بالشكل ده باي تربيع اي اي على ال تربيع باي تربيع اي اي على ال تربيع الرقم ده لو حسبته على الاله هيطلع 0.9 0.907 0.9 خلينا نقول 0.9 سوري 1.8 ده هيطلع 1.8 تمام 1.8 يبقى كده 1.8 ماشي؟ يبقى هيطلع لو عملت 2 ده تحت اصلا اقل من 1 تربعها هيظهر اكتر 2 على الرقم ده يطلع 1.8 طيب هنا الناحيه دي هنقول ايه يا جماعه؟ نص في 1.5 في 0.75 هنربحها ونقول 2 على الرقم اللي تحت التربيع هيطلع 3.55 يبقى ده يطلع 3.55 يبقى اذا حدود البيم ده لو جه لود من هنا لحد هنا يتكسر يعني لو جه 4 المساله تقع امتى ما تقعش؟ لو اللود في النص هنا تمام كده؟ لو اللود في النص هنا المساله مش هتقع او في حاجه معينه لو دي كريتيكال اللي انا بدور عليه في هنا رقم هنا في النص يخلي المساله تقع هنشوفه كمان شويه هنجيبه ازاي بس خلي بالك ان هو من 1.8 ل 3.55 البي كريتيكال واقع في النص هنا انا متاكد ان هو واقع. طيب الحاله الثانيه بتاع بي سي هنقول اللور باوند بتاعها هيبقى ايه يا جماعه؟ ايه؟ هنجد فيكسد لا هنجد فيكسد صح كده هنجد فيكسد هيسيبه بنفس العدد او مش تفرق مع اللي صح المهم ان هو هنجد فيكسد يعني مكتوب كده او فيكسد هنجد المهم انها نفس الاجابه ها القانون بتاع يا جماعه ايه؟ باي تربيع في الستيفنس الستيفنس عندك ايه؟ اي اي بص اعمل القانون كده وبعد كده ابدا اجيب الاقباس اللي هو هنا ده اي اي ايه ده 0.7 اللينس هنا ال ولا 1.5 ال؟ ال تمام اذا في كريتيكال ده الرينج ده في كريتيكال عليه ايه ده يا جماعه؟ عليه ايه يا باشمهندس؟ عليه ايه ده يا جماعه؟ في كريتيكال على الاثنين صح كده؟ يبقى اذا انت بتعمل داون في كريتيكال على الاثنين مش بتعمل داون في كريتيكال ده بيعمل ايه؟ في كريتيكال على الاثنين هي اكبر من ايه بقى الحاله اقل من الحاله الكبيره انك تبقى فيكس فيكس يبقى باي تربيع في اي اي على ايه؟ على حاجه تربيع اللي هو كي في الطول تربيع ايه كي هنا؟ نص نص في ايه؟ في ام كل تربيع. طيب دي ممكن تتقاس على طول واحد على 2.7 تربيع ب 2 من كتر الحل يعني هتقابل كتير الحاله دي بدل ما تقاس تربيع كبير في الامتحان واحد على 2.7 تربيع في 2 يبقى انت بتجيب حدود لمين يا جماعه؟ بتجيب حدود للايمنت الثاني يبقى بي كريتيكال بتجيب حدود للبي كريتيكال مش بتجيب بي كريتيكال على الاثنين المفروض تضرب المعادله دي كلها في 2 يبقى دي واحد على 2.7 تربيع في 2 وتضرب في 2 عشان النص ده يروح يبقى دي تطلع 4 يبقى 4 على باي تربيع اي اي على ال تربيع هنا الناحيه الثانيه برضه تبقى باي تربيع في اي اي على ال تربيع هنا دي واحد على ربع اللي هي 4 في 2 يبقى ده كام؟ 8 حلو جدا فانا اكتشفت حاجه جميله حلوه قوي ان الاليمنت ده 1.8 ده 3.55 هيتكسر اما الاليمنت ده قوي جدا هيتكسر من 4 لكام؟ ل 8 يعني لو قعدت ازود الحمل ازود الحمل ازود الحمل ده هيتكسر الاول وعمر ما ده ما هيقدر يوصل للاربعه ل 8 دي ليه؟ يعني مثلا انا عند 2
يبقى انا واقع عند 2 وعند 2 بالظبط، يبقى انا واقع فين في الاليمنت ده؟ ده لسه اصلا هيتقسم من 4 ل 8. يبقى اذا اقدر اقول كده من شكل الاليمنت دول اقدر اقول دي كريتيكال النهايه بتاع المساله دي بقى من كام لكام؟ دي كريتيكال كده لو عايز اقول دي كريتيكال هنا بتاع المساله دي، يبقى دي كريتيكال اكبر من كام واقل من كام؟ ببص هنا الحدود اللي عندي دي وقت البي كريتيكال هو اكيد من 3.55 باي تربيع اي اي على ال تربيع ل 1.8 باي تربيع اي اي على ال تربيع. ليه يا باشمهندس ما قلتش من 1.8 لحد 8؟ لانهم اصلا على 3.55 ده اخر، ما يقدرش يكمل اكتر من كده، ما يقدرش حتى يوصل للمينيموم بتاع ده الاربعه. تمام؟ طبعا هنا واضح في الامتحان طبعا بيبقى في تداخل كتير، تمام؟ يعني ممكن تلاقي في هنا تداخل كتير. فتعال نقول مثلا هندي مثال هنا وهبقى المساله بدايه هتبان اكتر. ده من كام لكام يا جماعه؟ من 1.8 لكام؟ 3.55، يبقى ده اخره هنا. التاني يبدا بعد شويه من عند 4 لحد كام؟ لحد 8. بنعمل ايه في الامتحان؟ بنيجي نقول اول خط راس اللي هتحط فيه هو كام؟ 1.8، ده المين. وتفضل ماشي بخطوط راسيه لحد ما واحد فيهم من اللي موجودين اتكسر. هات اخر هنا بعد كده ده اتكسر خلاص لو انا عديت هنا، يبقى اذا ده اخري في الحدود اللي انا اقدر امشي فيه، ما اقدرش اوصل هنا. هقول لكم برضه في المساله الجايه هنعمل برضه نفس الدايجرام ده، تمام كده؟ طيب في احتمال تاني ممكن يحصل في اي امتحان، ممكن يبقى ده عند مين؟ تمام؟ برضه نفس الحكايه هتفضل ماشي بخطوط راسيه خطوط راسيه خطوط راسيه، مش مشكله انا دخلت في المينيموم بتاع ده عادي مش هتكسر لسه، هفضل ماشي ماشي اوصل لكام؟ ب 3.55، ما اقدرش برضه اتعدى الرينج ده، انا ما زلت لسه الاليمنت ده ما اتكسرش. يعني انا دخلت في الاليمنت ده بس ما اتكسرش، يبقى انا برضه الرينج اصبح الوضع اللي انا عامله ده من كام لكام؟ من 1.8 ايه؟ 3.55، ده كده لو انا عديت 3.55 ده هيتكسر. تمام؟ ما نحفظش القوانين بقى. ممكن في الورقه اللي بره او اي حد تاني ممكن تلاقي ان في قوانين ما نحفظش القوانين، احنا هنعمل ايه؟ نعمل الدايجرام كده ونقعد نمشي بخطوط راسيه. اول ما اليمنت من المناوبين كسروا تبدا بمين دايما؟ باول واحد تحط فيه. ماشي؟ اول واحد تحط فيه. يعني مثلا هديكم مثال تاني. خلينا نخلص الحته دي هنا. عشان المساله الجايه نعملها على طول. مثال تاني. عندي ده واحد وده اربعه. وعندي اليمنت هتكسر على اثنين وثلاثه. تعالوا نشوف كده يعملها ازاي؟ هننزل اول حاجه نخلط راس. يبقى اول حاجه تحط فيها كام؟ الواحد. يبقى الواحد ده الحد الادنى بتاعي. ونفضل ماشيين. نمشي نمشي مش مشكله خالص، انا كده كده واخد رقم اقل منه. تمام كده؟ واخد رقم ايه؟ اقل من دوت. هات يبقى ده ما اتكسرش لسه، ده ما اتكسرش. هات نكمل 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 لحد هنا ما اقدرش اكمل تاني. ليه؟ لان الالف ده كده اتكسر. يبقى اذا الرينج بتاعي من كام لكام؟ من 1 ل 3، ما اقدرش اوصل ل 4. ماشي؟ حطهم كده حطهم فوق بعض وانزل بخطوط راسيه كده هتعرف لوحدك. طب خلاص هي دي يعتبر دي واللي فاتت، لو انت عارف الاثنين دول طريقه تقدر تعمل اي حاجه، لو ان شاء الله لو عندك 100 اليمنت ان شاء الله عندك 100 واحد، اهم حاجه ما تخليش واحد في كل ال 100 اليمنت تتكسر، اول واحد فيه ما يتكسر يبقى عمرك ما تتخطى الرينج ده، يبقى الرينج بتاعته نعمل كده ثلاثه. فاهم يا جماعه؟ خاص القوانين، القانون بيتلخبط، القوانين بيتلخبط. نرجع بقى للمساله بتاعتنا، لازم الرينج كام يا جماعه؟ من 1.8 ل 3.55، يا ترى كام بقى؟ يا ترى كانت تيجي نجيبها ازاي بقى؟ بنروح نقول المفروض ان في مومنت هنا فوق اليمين، في مومنت هنا تحت. البيك ريت اللي يخلي التو مومنت دول زي بعض يبقى هو ده البيك ريت الصح. يعني بمعنى يعني لو خدت مثلا 1.8 ما يطلعش المومنت متساويين. ليه؟ لان ده دبل، انا متاكد ان هو مش 1.8. حد فيكم ممكن يشوف ان ده ممكن يكون 1.8؟ مستحيل. ما هو لو 1.8 يبقى ده هنج، هل ده هنج؟ لا. ولا ممكن يبقى 3.55، ليه؟ لان ده مش فيكس. هو رقم في النص. تمام كده؟ انا مش عارف هو رقم كام، الرقم اللي يخلي لي مومنت يمين وشمال قد بعض يبقى هو ده الرقم الصح. تمام كده؟ طيب يبقى المفروض اشيل مين دلوقتي؟ المومنت يمين وشمال، بقى لي طريقه ممكن بالمومنت ستريك مش ما تخطوش غير المومنت ستريك مش ممكن بالكونسيستنت انفورميشن في سنه ثانيه، لان دي اند تيرم، بس احنا هناخد طريقه اسهل منهم هما الاثنين اللي هي موديفايد ستوب. ماشي؟ موديفايد ستوب، بعدين نفسك بتاخد طريقه تحل اند تيرم ستراكشر جديده. معلش هتجيب مومنت في ايه معلش تاني؟ ايه هجيب مومنت يمين وتحت، تعرف تجيبهم من المساله دي؟ ايه اجيبهم ليه؟ اجيبهم ليه؟ اجيبهم ليه عشان خاطر البيك كريتيكال اللي يخليهم هما الاثنين متساويين يبقى ده البيك كريتيكال الصح.
وصلت؟ يعني البي كريتيكال اي واحد غير البي كريتيكال الصح هيخليهم واحد اكبر من واحد او واحد اقل من واحد. طيب الموديفايد سلوب بقى بص الموديفايد سلوب بيشتغل ازاي؟ الموديفايد سلوب بيقول لك لو انت عندك كاميرا فيكس فيكس دور السبورت دور السبورت دي اسمها ايه؟ ودي اسمها بي. هدور السبورت خد بالك احنا هنا هنشتغل دوران الموجب عند الضغط شويه. احنا دايما الموجب كان ايه؟ دوران الموجب مع لا عكس العالي في الشق الاولاني والثاني في الفا في الشيلز وفي البيم كان دايما عكس العالي هو الموجب. لو نسيته احسن لو انتوا نسيته احسن كويس انك نسيته. ابدا من جديد من دلوقتي وما كان في فاينل بحلها حلها. المهم احنا دلوقتي هنشتغل ان الدوران الموجب مع العالي. متفقين؟ يبقى الدوران الموجب مع العالي. فبالتالي لو قلت السبورت ده لففته بسيتا اسمها سيتا ايه؟ والسبورت التالي ما دي الحاجه العامه بقى. واحنا يا جماعه احنا قلنا ايه طريقه الحقيقه ايه طريقه الموبايل ستوب ان هو بيمنع الدوران ده خالص زي المهم ديستريبيوشن. فاكرين المهم ديستريبيوشن بتتداو ازاي؟ فيكس ده بتيجي المودل في النص تعملها ايه؟ فيكس ده برضه بيعمل كده يجي عند المودل في النص يعملها فيكس. فالحاله العامه ان يكون مساله كبيره طرفها من اولها لف واخرها لف. فاحنا هنعمل الحاله العامه هنا بس طبعا ان احتمال طبعا هنا حاله خاصه لان الدوران هنا بكام؟ صفر. بس احنا عايزين الحاله العامه ان ده يلف وده يلف يبقى ده هيلف تحت وسيتا ايه وده يلف مع عالي يلف من فوق طبعا مش يبقى مع عالي بره مش كده الاثنين لفوا مع عالي ولا في واحد لف بين الثاني الاثنين لفوا مع عالي هو ده كده وده كده بس على 3 بس على 9 تمام كده. طيب يبقى اذا المهم قال لك بقى لو انت خدت المساله ديت حاطط بقى في نفس الوقت عليها لوب بي لان دي الحاله اللي عندي وحاطط فيه كمان في نفس الوقت المفروض اللي بيتكون هنا مومنت اسمه ام اي بي. ليه اي بي؟ عشان عندي بي بس دايما بقول اي بي عشان ابقى عارف ان ده المومنت بتاع الاليمنت اي بي بسمي دايما الحرف الاولاني بالنقطه اللي انا واقف عندها يبقى ده اسمه ايه؟ ام بي اي. ام بي اي دول بقى لهم قانون عندنا ام اي بي ويساوي بص برضه مش هكتب اي اي اكتبت ليه بكتب اي اي انا هكتب هنا ستيفنس على لينس برضه هتلاقي في كتاب كاتب اي اي على ال خلع مش هتجيب انت عايز تعمل اي على ال بغض النظر ان اي اي بكام ولا ال بكام. طيب هنا اي اي بي سيتا كام وبي اي بي سيتا اي. بص بقى انت قايل هنا اي بي يبقى السيتا الاولانيه هي سيتا اي والسيتا الثانيه هي سيتا بي ماشي؟ ايه بقى ايه اي بي وبي اي بي دول بيجوا بدلاله اهو هكتب هنا ايه اي بي وبي اي بي الاثنين دول ايه اي بي وبي اي بي بيجوا بدلاله حاجه كده اسمها رو رو. الرو دي بنجيبها نسبه البي كريتيكال على البي واي فين القانونين دول؟ اهو اكتبهم فوق هنا اهو قانونين اهو تمام. بس البي كريتيكال ده اللي انا بدور عليه اللي انا بدور عليه ده النون ده ما اعرفش ماشي ده انا بدور عليه. طيب يبقى اذا الرو دي لو عرفتها في كريتيكال على بي اوريون هخش جدول هنا الجدول ده ان شاء الله لازم يبقى معاك في الامتحان الاسبوع الجاي. الجدول ده في الكتاب دور عليه بقى في الكتاب ماشي او صوره خد الورقه دي عايز تصورها خدها صورها. الجدول ده اهو موجود في الكتاب صفحه كام ما اعرفش دور في الكتاب كده كده ده بالجدول ماشي اهو. ايه الجدول ده فيه ايه بقى؟ لو انت عارف قيمه الرو هتلاقي قيمه الايه وقيمه البي اهو هنحسب الرو بعد كده اجيب منها الايه والبي اخدهم اعوضهم في النون تبقى انا معايا الموضوع خلاص تمام كده؟ هنشوف دلوقتي هنعمل الكلام ده طبعا انا هقعد احل معاكم دلوقتي مسالتين على الكلام ده. فخلينا نقول بقى الدنيا ماشيه ازاي بقى؟ خلينا نقول بقى الحدود الايه ماشيه ازاي؟ طيب المومنت بجيبه بدلاله ايه وبي وايه وبي بيجيب بدلاله الرو والرو بدلاله بي كريتيكال اللي انا لسه ما اعرفوش. حلو كده؟ بص بقى هنعمل ايه؟ هنقول اول حاجه هنفترض البي كريتيكال. بص بقى هنفترض البي كريتيكال. بالتالي بقى عندي بي اوريجن. هسيب بي كريتيكال على بي اوريجن بقى معايا رو. الرو. الرو اجيب بيها ايه وبي. منها احسب المومنت يمين والمومنت شمال، ما انا معايا خلاص الرو فبالتالي عندي ايه وبي. اجيب المومنت يمين وشمال. لو المومنت يمين انت المومنت شمال يبقى انا فرضت البي كريتيكال صح. طب البي كريتيكال افرضه ازاي؟ على اي اساس؟ جوه الرينج على اساس الرينج اللي انت حاطه هنا الرينج ده هي دي كذا قصه الاسبوعين ده الاسبوع اللي جاي والتاوز ده القصه كلها. 6 اي و 6 بي بيطير بالطيارة لان بتصمم معادله بصفر فبيطير خلاص كده؟
ايه انت فهمت كده قلت ايه؟ يبقى انا عايز بيك ريتنج اخرجه في رينج هنا. اجيب رو، اخد الرو اجيب اي او بي من الجدول. اخد اي او بي اجيب الاثنين مومنت اللي هو اليمين والشمال، لو قد بعض يبقى انت فرقت صح. طب الكلام ده هنعمله ازاي؟ هنرتبه بقى دلوقتي مع بعض. مش هيبقى يعني مش هيبقى كده يعني، لا هيترتب في جدول. طيب حاجه بسيطه هقولها، القانون ده للفيكس فيكس تمام كده؟ ونون سوي. خد بالك القانون اهو انا بقول وقرر، القانون ده لو في سوي بيخش هنا دلتا. بيبقى في ترم تاني هكتبه بس انا مش عارف النهارده. يبقى في ترم اسمه دلتا على ال ايه زائد بي. ده لو ايه؟ سوي. لو سوي انا النهارده محتاجه، انا النهارده نون سوي بس بحاول اقول لك عشان لو عايز تحفظ القانون يبقى القانون كله على بعضه كده. انا ما عنديش سوي يعني ما عنديش دلتا. صح؟ مش احنا اتفقنا ان ما فيش دلتا في المساله يبقى ما عنديش ايه؟ ما عنديش سوي. فالقانون ده انا مش عايز اديه بس لازم تبقى عارف ان انا موجود. بس انا النهارده صفرتها. طيب الحاجه الثانيه لو بقى فيكسد هنجي. بس ده مين يكسد؟ لا بس احنا ما بيتقالش كده بالظبط. اتقال ازاي؟ ان لا عنده سيتا ما تهمنيش لان المومنت عندها صفر. ايه السيتا اللي تهمني؟ اللي انا بدور عليها. فبقول لو دي اسمه ايه بي يبقى السيتا هنا بدور كده سيتا ايه. فبيطلع هنا قانون اسمه ام اي بي بنميزه عندنا بقى ازاي؟ بنشوف شرطه فوق كده مش هتبقى عارف ده بتاع الفيس الهين. نحط شرطه فوق الام ماشي. بص بقى القانون ده عامل ازاي. للاسف هتحفظ كل القوانين دي. ام اي بي شرطه بيساوي برضه الاستيفنس على اللينس. المره دي بقى مفيش غير سيتا ايه. احنا شفنا سيتا ليه؟ لان هو عنده مومنت صفر اصلا. بس هي موجوده عشان ما حدش يقول لي مش موجوده. هي موجوده بس انا مش هاخدها لان انا عارف ان المومنت عندها بصفر. الطرف اللي انت خدتها وقعدت تحسبها ورحت تجيب المومنت هيطلع معاك بكام؟ صفر. طب استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. فانا هاخد السيتا دي هي اللي تهمني، هي اللي عندها المومنت اللي انا بدور عليه. اما المومنت الناحيه الثانيه بكام؟ زيرو. بس في سيتا صح يا جماعه ولا ايه؟ في سيتا ولا مفيش؟ في سيتا. بس انا مش عارف مش هحسبها معايا مش هدخلها معايا في حسابات. طيب هنا بقى بنقول ان اذا ده مضروب بس بسيتا ايه؟ ما عندوش غير سيتا ايه واحده. المهم بتاع الام اي بي معاه سيتا ايه. الحرف الاولاني اللي انت كاتبه هو ده الحوار اللي انت كاتبه السيتا. الحرف الثاني ما كاتبوش سيتا، دي سيتا ايه بس. هنا بقى في حاجه ناقصه، في حاجه اسمها ايه شرطه. زي ما المهم اسمه ام شرطه يبقى في معاه ايه شرطه اي بي. ده بتجيبه منين؟ بدلاله ايه وبي اللي انا كتبتهم هنا. قانون بقى بالظبط ايه شرطه يساوي ايه ناقص بي تربيع على كام؟ على ايه. كويس؟ ايه؟ ناقص بي تربيع على ايه؟ اخر حاجه هقولها هنا بقى عشان تبقى فاهم الموضوع ده. لو انا بقى عندي ايليمنت ما عندوش بي، لو عندي ايليمنت ما عندوش بي يعني بي عنده صفر. ايا كان الايليمنت ده فيكسد او هنجي. يعني ايه ايليمنت ما عندوش بي؟ يعني ايليمنت في مبنى مش متحمل فاضي. يبقى البيك كريتيكال المفروض بتاعه كام؟ البيك كريتيكال بصفر ما عندوش بي اصلا، يعني هو ما عندوش بي. فبالتالي ما عندوش بي يبقى اذا الروب كام؟ ها معلش بي الروب كام؟ صفر. دي بقى ممكن نحفظها لي اول بي بتاعتكم بدل ما نروح نتعب نفسنا ونخش. هي موجوده في الجدول بالمناسبه، اللي فيكم مش عايز يحفظها ما يحفظهاش. بس للسرعه لان يعني الامتحان احيانا بيجيب لك خمسه ممبر دي منهم بصفر. فتحفظها احسن. تمام؟ الاي بتاعتها اربعه والبي كام؟ اثنين. طيب تعالى نقعد في القانون ده عشان نجيب اي شرط. يبقى دي شرط كام؟ هو في الجدول بالمناسبه مش مديك اي داش. مديك اي داش. مديك اي ودي بس. فانت المفروض تقعد في القانون عشان تجيب اي داش. هاي يا جماعه يبقى 4 ناقص 2 تربيع على 4. 2 تربيع ليه 4؟ 4 على 4 1، 4 ناقص 1 تطلع كام؟ 3. انا لما باجي احل ببقى عارف اريح عشان ما اخش الجدول كتير. تمام كده؟ عند الروب 0 تمام؟ في ناس ممكن تحفظ عند الروب 1 بس هو حصل. بس انا متاكد ان في الامتحان هيبقى في على الاقل 2 روب 0 عشان كده بحفظها. انما الروابط الثانيه بقى زي ما تطلع اخش الجدول اشوف هيطلعوا كام اصلا. ماشي؟ انا عايز امسك بس لسه ناقصه حاجه كده. الاثنين مومنت هما الاثنين مومنت دول اللي على اساسهم ايه؟ اقدر اقول يبقى ده البيك كريتيكال الصح. يبقى انا هقول ايه؟ ده اسمه ايه اللي تحت؟ ده اسمه ايه؟ ام بي اي. ماشي؟ يبقى ده اسمه ام بي اي. ماشي؟ يساوي ايه ام بي اي؟ اهو القانون اهو اللي كاتبه هنا. الاستيفنس هي كام؟ 2 اي ار على ال اللي هو واحد ونص ال مضروب يا جماعه في ايه؟ زي ما قلنا ايه؟ لو قلت اي بي او بي اي مش فارقه لان هي ايه الاليمنت.
ما بتفرقش اي بي اي او اي بي، يعني ما بتفرقش لو قلت اي اي بي او اي بي اي. ليه؟ يعني في الاخر هي ايه للاليمنت اي بي، ايه للاليمنت مالهاش علاقه بترتيب الحروف. فانا ممكن اكتب هنا اي اي بي مش مشكله. اللي يفرق في ترتيب الحروف هو السيتا، لازم تحط ترتيب الحروف في السيتا صح. ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده سيتا بي زائد بي اي بي في سيتا بي سيتا اي. لما انا كاتب بي اي اكتب سيتا بي الاول وسيتا اي بعد كده. حاجه لطيفه هنا، سيتا اي بكام؟ زيرو. ده فيكسل دورانه بكام؟ بزيرو. خش بعد ده مش هتخش معانا في الحسابات. يبقى انا هقف حد مين؟ حد هنا بس. يبقى انا امسح الجزء ده مش عايز اتفاعل. عايز معاك في الامتحان بقى من كتر الحاله ما تكتبوش. خلاص ما تكتبوش، اكتبها كده على طول. ما تقعدش بقى تكتب وتمسح وكم مفيش وقت. تمام؟ طيب. يبقى التاني بقى اسمه ايه يا جماعه اللي ممكن نجيبه التاني؟ اسمه ام بي سي. تمام؟ يساوي ايه بقى؟ يساوي الستيفنس بتبقى اي ار على الطول كام؟ ال. وهنستخدم بقى ايه القانون؟ فيكس فيكس ولا فيكس تانجنت؟ اتفقنا ان احنا النقطه في النص يعني ده فيكس. يبقى ده فيكس فيكس وده فيكس فيكس. لو كانت دي هنج بستخدم الفيكس هنج، تمام الفيكس هنج. المسألة اللي جاية. المسألة اللي جاية. ها يبقى هنا هنعمل إيه؟ يبقى A B C سيتا A سيتا B زائد هحطيه مش مشكلة عشان تتضرر سيتا B سيتا C. ها سيتا C بكام؟ بصفر. يبقى ده بصفر. يبقى أنا مش عايز معاك حسابات أصلا، كان ممكن من الأول ما تجيبوش. بس طلعت النهاردة بالشكل ده. قلنا بقى البيك كريتيكال هو اللي يخلي إيه؟ الاثنين مومنت ايكوال. يبقى اذا سيجما المومنت عند بي عشان هنا عندي جوينت بي بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. ده ام بي اي زائد ام بي سي بيساوي كام؟ زيرو. هنعمل ايه؟ هنجمعهم مع بعض. بص بقى التجميع هنعمل ايه؟ ناخد اي اي اللي هم مشترك ما بين دي ودي. الاي اي على ال وست بي مشترك، فهنعمل اي اي على ال وست بي مشترك. الكلام ده ايه؟ هات. يبقى اذا يبقى هنا ايه؟ 2 على 3 اللي هي 33 سيتا سيتا سوري انا خدت سيتا بره خلاص. يبقى بقى من هنا اي اي بي ومن هنا اي اي على ال سي بي اصلا مشترك في البقى هو مين؟ اي بي سي. الكلام ده كله بيساوي كام؟ زيرو. بص يا باشمهندس انت سالت عليها طب والسيتا؟ سيتا بتطير من الموضوع ما تخش معاك في مستحيل السيتا تبقى بصفر لانه لو السيتا بصفر يبقى ما حصلش بطلك يعني النقطه ما فرقتش يعني المساله الاولى بدل يعني خالص يبقى ده عليه يبقى ده عليه نورمال بكام؟ بكريتيكال. ده عليه نورمال بكام؟ في عددين ومفيش شيل ومفيش نقط. يبقى المسألة كلها بدني عادي خالص. إنما أنا مسألتي إنها حصلتها بطل، فالموضوع اتطور. حصل انفورميشن من غير ما يبقى في أي لون على الإليمنت. نتيجة إن هو غصب عنه دي حاجة طبيعية من كتر ما بندوس عليها هيقوم إيه؟ هيقوم لافت. تمام. طيب يبقى إذا يبقى دي إيه بتساوي زيرو، يبقى دي اللي بتساوي زيرو، يبقى 3 في 33 A A B زائد A B C بيساوي كام؟ بتساوي زيرو. دي بنسميها كاركترستيك إيكويشن. يعني في الامتحان اللي يقول لك هات الكاركترستيك إيكويشن بس. ساعتها ما تكملش اقف خلاص انت خلاص هو دايما يعني ما ينفعش يبقى عندي مومنت على شويه ما ينفعش يبقى عندي مومنت مجموعه خمسه اه لو الاسبوع الجاي هاخد مومنت عندي شويه المساله دي مفيش مومنت عندي شويه تمام لو مومنت عندي شويه بقى تبقى حاجه نوع ثاني خلاص هو اصلا بيحط لك البيك كريتيكال يعني بيحتاج البيك اللي بيعمل البطل يعني مش انت مش محتاج تجيب البيك كريتيكال هو هيحط لك البيك كريتيكال وتحل بقى مساله عادي خالص اللي هي مساله ثانيه ماشيه يبقى تعمل بس الديفولت ستوب خلاص انت اوريدي تخطيت مرحله انت مش عارف ايه كده انا اقول لك بي كريتيكال بنص بي اي بس فانت خلاص عرفت بي كريتيكال بس انا بقى قلت لك كونسنتريت مومنت ونقعد نعيش بقى ونعمل لها مومنت معاك تمام دي الاسبوع الجاي طيب يلا يبقى المفروض نعمل ايه؟ ها خطوات بقى انا عايز اجيب الاي والاي الاي اي بي والاي بي سي فبالتالي لازم يبقى عندي رو اي بي ورو بي سي طيب عشان اجيب الرو تيجي في بالك مين؟ البيك كريتيكال اللي عند المساله ماشي هنخليها بس قانون كده فيه لو انت عايز الرو اللي عند الايه تجيبها وقت الفيلر فيبقى ده بيك كريتيكال ماشي احيانا لان احيانا خلينا بس في كورسات ثانيه بيبقى مش عايز البي الرو عند الفيلر يبقى عايز الرو عند اي بي مش لازم الرو عند الفيلر فانا عندي الفيلر دي اسمها بيك كريتيكال تمام كده؟ طيب انا ما عنديش بيك كريتيكال تمام كده؟ فالمفروض ان ترتيب الحل ان انا هفرض بيك كريتيكال فبالتالي الرو على البي كريتيكال بي اويلر انا عارفه ليه انا عارف البي اويلر؟ اهو القانون بتاعه يبقى انا هقول البي كريتيكال على البي اويلر هجيب الرو من الرو هخش الجدول هجيب مين؟ الاي والبي حاجه اقف في المعادله دي طلع بصفر يبقى انا البي كريتيكال اللي انا فرضته صح طب افرض انا البي كريتيكال الرينج ده فهنعمل جدول هنا
هيلخص اللي انا قلته ده. هنقول ان انا عندي اثنين رو وبالتالي في اثنين ايه؟ ماشي؟ اه يبقى انا عندي هنا البي كريتيكال اللي انا فرضه تمام؟ اللي انا فرضه البي كريتيكال. طيب وهنقول هنا رو اي بي. طيب من رو اي بي اجيب اي بي اي اي بي وبي اي بي ولا كفايه بس ان الجدول اجيب اي بي؟ انا عندي ايه في الكونسيبت ايكويشن؟ ايه بس اي بي. ليه انا جبت البي اي بي لو شوف ناس في الامتحان بتعمل كده؟ روح الجدول يجيب اي اي بي وبي اي بي من الجدول. طب لا انا مش عايز بس الاي اي بي ما تضيعش وقت. هنا يبقى رو بي سي هجيب منها ايه؟ اي بي سي. اي بي سي خد بقى الاي دي اقعد بيها هنا والاي دي اقعد بيها هنا. لو طلع مجموعهم ست يبقى انت فرضت البي كريتيكال صح. واضح كده؟ طيب نفرض بقى البي كريتيكال بكام؟ بص الاي ولا اي بي؟ بي اي ولا اي بي؟ اي بي. ما انا قلت لك مش فارقه. انا والله كتبت هنا قلت مش فارقه. البي اي هو اي بي. بص هي ايه للاليمنت ده؟ سميناها بقى اي بي سميناها بي اي هو نفس الاليمنت. ترتيب الحروف بيفرق في السيتا انما اي اي بي واي بي اي عادي مش مشكله سميها عادي. هو ايه الاليمنت ده؟ طيب في كريتيكال يا جماعه نفرضها اول فرضيه ايه؟ 1.55 تفتكر نبدا بكام؟ اه في واحد يبدا بالافريج بس ده شويه هيبقى عنده حاجه غريبه. بعد ما بدا بالافريج ما طلعش معاه صفر ينزل ولا يطلع؟ مش عارف. مش عارف ما هو مش هيطلع بصفر عشان انا مثلا طلع معاه بصفر 5 انا مش عارف بقى السالب بالصفر بقى فوق السالب 5 ولا تحت السالب 5 انا مش عارف المساله جايه بتزيد من تحت ولا بتزيد من فوق. فدايما نقول لك ايه؟ ابدا بحاجه قريبه من اللوجر عشان تبقى ضامن انك هتزيد. يعني لو بدات من النص انت مش عارف انك هتطلع ولا تنزل بس لو بدات من تحت انت متاكد انك ايه؟ هتطلع صح كده؟ فنفرضها بكام؟ ها 1.55 حد يقول رقم 2 نبدا بكام؟ 2 يبقى 2 هي بقى 2 ايه؟ باي سكوير باي سكوير اي اي على ال سكوير ده ايه اسمه ايه؟ بي كريتيكال صح كده؟ يبقى مفروض عشان اجيب رو اي بي ورو بي سي بروح اجيب اسمهم ايه؟ اجيبهم هنا دي خطوه رقم 1 في المساله نجيب الرو الرو بقى رو اي بي بيساوي يا جماعه البي كريتيكال على البي او على اه البي كريتيكال على اي بي اسمه ايه؟ بي كريتيكال. بص ده كده مش على اي بي اسمه بي كريتيكال يبقى ده بي كريتيكال. فلسه ما اعرفوش ولا ده الحدود لسه ما اعرفوش لسه ما اعرفش. لو كنت تعرف كنت جبت الرو على طول بس لسه ما اعرفوش. انا فرضت دلوقتي على ايه؟ بي اويلر. بص كده قانون بي اويلر بيساوي ايه؟ باي تربيع الستيفنس على لينس تربيع والكي خدها بواحد ايا كان الاليمنت تحدده ايه. تمام كده؟ في قانونين عندنا القانون ده القانون ده ده اويلر. الاويلر بياخد الكي دايما بواحد يبقى ايه؟ باي تربيع ايه الستيفنس بتاعتها ايه؟ باتنين اي اي واللينس واحد ونص اتش خلاص كده؟ مفيش ايه هنا اهو كده تمام. اويلر كان غير اللي بدا القصه اصلا من اهل الدين جديد بس تربيع بقى بس طبعا تربيع دي تربيع ها دي تدفع 1.125 في كريتيكال على كام؟ على في كريتيكال على باي تربيع اي اي على ال تربيع. دايما يا جماعه انا عايز الترم ده خلوه لي بالشكل ده هتعرف ايه دلوقتي لان عشان لما نحط بي كريتيكال هنا دي فوق هنا يطيروا مع بعض يروح ده طاير مع ده يروح ده طاير مع ده ده يطير مع ده فيبقى مين؟ يبقى 2 واحد كام؟ دي 1.125 فبالتالي لما دي طارق مع دي تحت يبقى اللي بقى 1.25 في 2 1.25 في 2 اللي هي كام؟ دي مربع. طيب كده اخش الجدول اجيب ايه بي صح كده؟ طيب لما تيجي تخش الجدول هتلاقي 2 و4 و2 و2 مفيش 2 مربع هيدروليكس بقى هو تعمل انتربريشن. طبعا انا مش هعمل كده دلوقتي مش هنعمل نعمل انتربريشن اقول لك تعمل ناقص 1 و3 ممكن تعمل كده في الهيدروليكس انا هو. بس لو بالحاله الخاصه بص بقى لو في الامتحان 2.22 يعني 2.22 خدها دي ليه بقى؟ مش فارقه يا جماعه ليه؟ انت كده كده بتعمل انتربريشن هي قريبه من 2.2 هي تقريبا لو احنا قربنا 2.22 هي 2.2 ولو 2.38 خدها 2.4 ماشي؟ بس الحالة اللي عندي 2 وربع 2 وربع بعيدة شوية 2 وربع مش 2.22 لا 2 وربع فبالتالي اعمل دي ازاي بقى؟ بص بقى أول حاجة هات لي 2.3 يعني دي بعرف أجيبها بافتراض إن ده كان الانتربريشن العلاقة هنا مش تانية
الكيرف ده مدام بعيد قوي، فلو قربنا قوي عملنا زوم على كيرف تقريبا انت كنت بتعمل في الاوتوكاد، الاوتوكاد لو قربت على الخط قوي هتلاقي تقريبا هو راسم خطوط، فالكيرف لو قربت قوي تقريبا بيبقى خط مستقيم. ليه بقى اعرف اجيب 2 3 النص؟ لانها في النص ما بين ده وده، يعني اعمل ايه؟ اخد متوسط ده وده، لو خدت متوسط ده وده هيطلع من 9 او 7. طيب كده تعرف تجيب 2 وربع ليه؟ لان 2 وربع هو المتوسط بتاع ده وده، تطلع نيجاتيف 0.71. هل تكتب الرقم ده؟ كنت 9 او 7 تقريبا. ده بتاع ده تطلع ده. انا بتهيألي مش هيطلع خالص. هو المفروض يبقى 1.82. اه يطلع كده زي كده. ما هي 1.4 يبقى 0.7. صح؟ طيب. طيب يبقى اذا عند 2 وربع كام يا جماعه؟ الرقم ده هناخد الرقم ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ طبعا انت في الامتحان ما بتكتبش حاجه. انت في الامتحان لازم تبدا على 2 يبقى ده 2 و3. اللي طلع الكالكوليتر زائد اللي موجود على 2 و3 او قسمه زائد اللي موجود على 2 و2 على 2 كمان يديني 3 بسرعه. ماشي بسرعه. ماشي؟ يبقى ده كده يا جماعه ناقص 0.71. طيب عايز اجيب اي بي سي. اي بي سي. اجيب مين الاول؟ فكره. رو بي سي الاول. نجيب رو بي سي. ها بي كريتيكال. بي كريتيكال بس ولا بي كريتيكال على الاثنين؟ بي سي عليه ايه؟ على الاثنين. بي كريتيكال على الاثنين. او يعني ليه نص بي كريتيكال؟ انت قلت له نص بي كريتيكال يبقى ده عليه نص بي كريتيكال. عرفت مين يا باشمهندس؟ ما انا حطيت هنا نص بي فده نص بي كريتيكال على بي سي. على الاويلر بتاع الاويلر بتاع اللي هو باي تربيع الستيب سي ار على ايه؟ على ايه التربيع؟ اه اللي جايه تيجي وجايه مباشره هي تدعيك لباي تربيع اي اي على التربيع. خلاص انا مش هعمل حاجه خلاص انا هسيبها كده. لو كان بقى في اي نص او اثنين او اي حاجه هعمل ثلاثه نص بالشكل ده زي ما عملنا هنا كده بس انا الشكل ده. يبقى خلاص دي بقى هنخش الجدول بنص. هنخش الجدول بكام؟ بنص. طبعا عايز اقول لك ان اللي مش هيحل او مش هيحل الكلام ده كله ما يمكنش احسن. تمام؟ يعني لازم عشان تتفق لازم تكون عملت جدول في حالي الكلام ده. اه جدول بنص اهو. لو دخلت على النص نص تحت الحته دي. اه لا مش بنص اه سوري انا اسف انا اسف. هنا يا جماعه نص في بيت كريتيكال هنا الاثنين هخش بواحد. صح حاجه حد شو سكتت هنا يا جماعه بيت كريتيكال نص هنا اثنين بيت كريتيكال انا بضل اصلا اثنين فاثنين في نص بواحد. تمام حاجه اقوم داخل الجدول بواحد. بواحد هلاقي ان الـ A 2.46 2.46 خد بقى الـ A ده والـ A ده اطلع اقعد بيهم هنا. لو خدت الـ A ده والـ A ده عوضت بيهم هنا هنجيب حاجة اسمها اللي هو الرايت هاند سايد اللي أنا نفسي يبقى إيه؟ نفسي يبقى زيرو. الرايت هاند سايد عشان يبقى زيرو عوض كده فوق هتلاقي فيها رايت هاند سايد هنا 1.52 والله كويس ده قريب جدا من الزيرو رقم واحد. الارقام انت عارف ارقام كتير رقم واحد ده قريب من الصفر فانت قريب. نزيد ولا نقل؟ نزيد عادي نزيد لان انت بدات اصلا برقم قريب اقل منه فنزيد. نزيد بكام؟ نطلع لكام؟ 2 و2 مثلا نجرب 2 و2 نجرب 2 و2 2 و2 اي تربيع اي اي على اي تربيع خد 2 و2 عوض بيها 2 و2 واحد وضمن هنا ان انت هتاخد الكريتيكال ده كده هنا كده تحط بلايت يبقى 2 و2 في الواحد وتم هيبقى 2.475. هخش الجدول ده خد 2 ونص الجدول صح ولا ايه؟ محتاجه التبليشن خد 2 ونص على طول ما تعبش دماغك. ماشي هيطلع نيجاتيف 1.64. بالمناسبه يا جماعه الجدول ده اللي هو مديه لك هو اصلا جنبيه مديك ال A وال B بدلاله قوانين. يعني ايه؟ يعني انت لو خدت القانون ده عوضت بيه هتجيب الرقم اللي في الجدول. تمام كده؟ كده بقى مش ممكن مش محتاج اعمل كل الكلام ده بقى. لو ايه؟ اه لو انت لو انت حافظ بقى القانون في الامتحان. ده الاله تعمل معاك ايه؟ لو انت حافظ القانون في الامتحان، اهم حاجه القانون في الامتحان هو بدايه كي ال. تمام كده؟ كي ال يعني بدايه كي ال؟ يعني هنا تفك البي ده تضرب ده بده الاول تجيب دايت رو. هي ليها خلاك مش القانون ده مش مباشر قوي، لازم تكون عارف الكي ال الاول، تجيب الكي ال ودايت رو الاول. ممكن تخش الجدول اسهل. طبعا كمان هتحس ان انا عارف ان ده جديد جدا.
ده رقمين فرق على رقمين كبار تحت المقام. مش الوقت الفترة ايه؟ انت اصلا في المحان تقريبا مش لسه الجدول بديل الوقت مش هوصل له اصلا؟ يعني مش كده؟ انت بعد ما تحل البيمز والبليت والشيلز تقريبا تقولي هنا هتكون هنيك خالص. تقريبا هتكون هنا وهتقوم عامل الاولانية دي وتقولي ازاي يبقى خلف ولكن انهم هيزيد شوية ومش عاملها اصلا. طبعا ممكن يبدا في الامتحان لو حاسس ان دي اسهل يبدا فيها فبتلاقيها يعني كلها تمام. طيب نرجع للموضوع. يبقى اذا واحد يا جماعه انا قررت فيه 2 و2 2 و2 في نص يطلع كام؟ 1 و1 صح كده؟ 2 و2 في نص تبقى دي 1 و1 من 10 اللي هي 1 يعني اللي هي لا المفروض 1 و1 من 10 في الجدول. اه لا الجدول يا جماعه المفروض 1 و1 و2 دي سهله. هنعمل ايه؟ نص ناخد الافرج ما بينهم. اه هيطلع الافرج ما بينهم هيديك الايه؟ تيجي تاخد دي تعوض بيها فوق ودي تطلع مين تعوض في المعادله بتاعت كريس ايكويشن هتلاقي طلعت تقريبا 0 بوينت. ده حاجه حلوه جدا 0.9 انت لو جالك 0 بوينت انت راجل من الامتحان جميله. ده 0.99 من الامتحان يا سيدي واحد في الامتحان تبقى حلو. خد بالك انا كابوك نقف هنا اول اقول له اذا يبقى تعالى تقول ايه الايرور يعني الايرور 5% 10% مقبول صح؟ بس خد بالك في الامتحان ما بتطلعش معانا بالحلاوه دي تمام؟ تيجي رقم كبير في الاول نقعد نقل لحد ما نقرب للصفر. انت عملت الكلام ده الريتريشن دي بتعملوها في الهيدروليكس فهو بيجربوا الكلام ده. طيب خلينا نسال تست. الـ A لما بيكبر بيساوي ايه؟ Y تربيع E I على L تربيع. لو واحد عايز يتفزلك شويه يعمل ايه؟ هي دي المفروض لسه ما وصلتش للصفر. فانا هنا بزيد عشان توصل للصفر. اه يعني ممكن يتفزلك معاك 2.21 يا سلام. لو يعني هو لو زاد حاجه بسيطه عشان بس ايه يحاول يقرب للصفر يعني. بس لو واحد فيكم عملها كده صح قوي ماشي معقول يعني معقول جدا كمان. المساله دي سهله جدا جدا جدا. طيب ليه يعني يا سيدي اهو ناخد بقى المساله دي يا سيدي. المساله دي كانت انت بتخش الامتحان تعمل ده الاول اللغات بعد كده تعمل باوند بعد كده تجيب المود بعد كده تجمع المعادلة عشان تقعد تجمع المود عشان تجيب الكاركترستيك ايكويشن دي في الاخر. بص بقى احيانا في الامتحان احيانا بتجيب مساله كبيره جدا ويقول لك اخلي دي ودي بس لان دي ودي ما اعتمدتش على ان المساله فيها كام سيتا ولا كبيره ولا ايه. هي اعتمدت ان تحسب لغات تحسب الباوند لاليمنت منفصله لوحدها فممكن يجيب لك مساله فيها ان شاء الله 20 كلمه وينقل لك كلمه في النص في نص المساله يقول لك هات الروب بتاعته والمنت هنا يقول لك هات الروب بتاعته بس في الحين مثلا لانها كبيره قوي فيها مثلا 15 سيتا حلو 15 سيتا يعني كانت 15 معادله 15 مجهول بس اعمل ايه؟ انشل على ليمت النص اللي انت عملته صح؟ لو ما اعتمدش انك هتحل مثلا الاخر فكون ممكن اطلب منك حاجه في النص تمام؟ حاجه في النص تقول لا حسيت ان انا هعمل كده مش حاجه ده في الفاينلز لا يبقى سهل لو انا عملت كده في الحياه يبقى سهل. طيب نمسح بقى خطوات الحياه بقى ايه؟ رو حدود مومنت تجميع مومنت جذب فممكن نقول انها اربع خطوات رئيسيه خطوه الرو رقم واحد الباوند رقم اثنين حسابات المومنت رقم ثلاثه الجدول رقم اربعه. احيانا في الامتحان بنسبه كبيره بيخليك تقف فيهم ماشي عشان ما تعرفش تعمل ترايل بتاع وقت الامتحان بس لما تبقى مسافه صغيره بيخليك توصل للبيك دي. طيب احمد حطها ازاي؟ حط على دمي كده كده بعدها عن طريق حط لي كده بدأ لي بي كده من هنا حط على المين على الراس ده بي على التين بس ما اكتفاش بكده بعدين هنا على المين دي حط كمان بي على التين هنا ده هنا بي على التين تمام. تعالى بقى نعمل مثال. اول حاجه قلنا هنرقم المساله هو احيانا بيجيبوا من غير ترقيم واحيانا عشان تبقى الاجابه برضه صح هيبقى مرتاح بيجيبوا بالترقيم فدي ايه ودي بي ودي سي ودي دي ودي اي يبقى عندي كام ايلمنت هنا؟ اربعه ال بي بي سي سي دي سي اي نجيب لهم الرغاية نخلص لان دي قلنا دي خطوه معلش دي خطوه ان شاء الله لو مساله كبيره جدا اقدر اعملها بس قبل ما اجيب الرغاية عايز اتاكد من حاجه هما كام سيتا في المساله؟ كم سيتا؟ ثلاثة ثلاثة صح ثلاثة ادي واحدة اثنين والهنج بيلف عنده سيتا
هنحلها بكام بقى؟ قلنا ان الهنت اللي عندي 6 انا مش عايز احسبها تضييع وقت، هي موجوده بس تضييع وقت، انا مش عايز احسبها، يعني مش عايز احسبها ولا عايز احسبها، فبالتالي هاخد كام؟ 2 سيتا بس. تمام؟ طب لو واحد خد 3 سيتا يحل ازاي؟ يحل ازاي؟ لما يجي بقى يمنع يجي يشتغل بالمومنت بالمومنت بعد كده هيخلي الهنج ده فيكسد والنقطه دي تبقى فيكسد والنقطه دي تبقى فيكسد، طبعا ده هيخلي واحده ياخد وقت كتير جدا، وفي الاخر هيطلع مين؟ هيطلع سيتا ايه؟ سيتا هم، اللي انا عارف المومنت عند دي بكام اصلا؟ صفر، يبقى تعب نفسك على الفاضي، تبتدي سيتا انا مالهاش لازمه مش عايز اعمل بيها حاجه، فبالتالي انا هحل كام سيتا هنا؟ هحل 2 سيتا. طيب تعالى بقى اذا نجيب بقى الروهات، يبقى الروهات اول رو عندي هي رو مين؟ رو اي بي، هات بقى ده مين؟ ها عليها ايه؟ دي كريتيكال ولا دي كريتيكال على 2 ولا ربع كريتيكال؟ بي دي كريتيكال اللي انا لسه ما اعرفوش، اللي انا بعمل المسألة كله عشان اجيبه اصلا، انا لسه ما اعرفوش. الكلام ده ليه خلاص؟ يبقى بي كريتيكال هنا، يبقى دي كريتيكال. ايه الاويلر بتاعه ايه؟ الاويلر بص كده كرون اويلر انا سايبه على الكورب ما تسالنيش. يبقى وظايف تربيع ايه؟ اي اي اللي هي موجوده فعلا اي اي على الطول اللي هو كام؟ 1.5 سكوير. يبقى الرول بتطلع بكام يا جماعه؟ سكوير سكوير طبعا. تاني مره نسال. يبقى 1.5 سكوير اللي هي كام؟ 2 وربع. يبقى دي 2 وربع بي كريتيكال على باي تربيع اي اي كفايه كده يا جماعه هيبقى عندي الشكل ده خلاص. وهنا عارفين ليه؟ عشان اختصر ممكن واحد ما يعملش الشكل ده بس هيتكلم ايه انت بقى لما يجي في الوقت اللي بيجيب فيه الروهات مش دايما مش بتتشدد معايا ليه؟ لان دي فيها 1.5 سنين تربيع وده فيها 2 سنين تربيع فهيعمل ايه؟ هيعمل خطوه زياده لما يجيب الكالكوليتر ويقعد يعملها مش غلط قصدي يعني مش غلط بس احنا كده بنحاول نبسط الخطوه الاخيره دي عشان ده يروح مع ده لما بعمله بالشكل ده فده بس التبسيط. طبعا انا نسيت امسح الكروت الناحيه الثانيه. طيب نرجع ها نجيب بقى رو بي سي ها يا جماعه رو بي سي يساوي ايه؟ بي على 2 يعني نص بي كده بي على 2 صح؟ ده عليه بيعمل ايه؟ اللي بيعمل ايه؟ ها؟ نص اي بي بي ايه؟ على الاي اللي هو ايه؟ باي سكوير على ال سكوير يعني دي اي دي كانت مثاليه مش محتاجه تظبيط دي جايه مثاليه. السؤال بقى ليه نص بي مش هو في هنعمل بي سي هنا اتنين بي هنا 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 وبص فوق تلاقي ايه؟ طب بص فوق لما واخد بي سي كله. طب رد الفعل هنا دي الجوينت بص فوق. رد الفعل هنا دي بتاع الاثنين دول مع بعض. ايه؟ يبقى ده عليه كام؟ ده عليه دي ناقص فيها الاثنين يبقى عليه كام؟ ده عليه فيها الاثنين ماشي؟ فيكس اللي احنا مش هنشيل معاها بعض. ايه؟ فيكس اللي احنا مش هنشيلها عشان بص ماشي بس خلينا بس الفيكس مين؟ مش هشيل بنعتبر ان الهم ماشي في الرده ماشي لان هو بيبدا المساله بتبوظ وقت لما يحصل بطل يبدا بقى ساعتها توزع انا بعمل الكلام ده كله عشان لسه ما حصلش بطل ماشي طيب رو ايه يا جماعه؟ نعمل مين؟ نعمل سي ايوه يا شمس رو سي يعمل ازاي؟ بي على يبقى عليه كام بقى؟ سي عليه كام؟ لا بي يعني لا بي 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 لان ده رد فعل تحت كام؟ بي جمع بي كام؟ لو ده بي على 2 ده بي على 2 رد فعل تحت بي لو بصيت كده من تحت هلاقي بي لو بصيت من فوق برضه هلاقي بي على 2 زي بي على 2 صح كده؟ يبقى ده ايه بقى؟ بي كريت مش بي على 2 على ايه؟ على باي تربيع 2 اي اي على ايه التربيع؟ دي برضه تطلع نص ليه؟ لان دي واحد على 2 تحت تطلع نص دي كريتيكال على باي تربيع دي اي على تربيع بتفرح جدا في الامتحان لو لقيت الاثنين زي بعض ليه؟ فهمت تخش مره واحده الجدول لنفس التوكنت لانهم ليهم نفس الرو فدي طبعا حاجه كويسه طبعا في الامتحانات دايما بيحاول يخلي المساله ما تخش الجدول كتير يعني تخش مره او مرتين عشان ما تضيعش وقت كتير ماشي؟ طيب تعالى اقول حاجه تريك ممكن تحسن في المساله دي ان ايه يبدا؟
خليه كده لفوق. بي على اتنين، خلي بي على اتنين ده باصص لفوق. يبقى اذا الرياكشن ده بكام؟ زيرو. يا رب. زيرو. يبقى ده عليه كام؟ سي اي. زيرو. زيرو. صح كده؟ الرو بتاعت الزيرو والاي ب 4، البي ب 2، الاي شابتر بكام؟ 3. ما دخلش الجدول. صح كده؟ يبقى ده لو ده عكس دي لفوق يبقى ده عليه بي على اتنين، او جاي من تحت بي على اتنين ومن فوق بي على اتنين. اما ده عليه كام؟ عليه زيرو، لان دي ودي هيتغيروا بعض في الاليمنت، حتى لو انا واقف عند الاليمنت سيبك ان انا جبت الاكشن. انا ما جبتش الاكشن. بص من فوق تلاقي ايه؟ الاتنين تغيروا بعض. تمام كده؟ في الحاله طبعا انا ارتحت لان انا بقى عندي صفر، ده احسن من الحل ده تماما. ان لو ده بصفر خلاص انا هخش كده مره واحده ده والتاني عارف ان ايه والبي بتوعه على طول. ماشي؟ انا بقى المساله عندي مش عندي كده. المساله عندي عامله ازاي؟ بي على اتنين تحت. خلاص اتفقنا؟ طيب نرجع بقى للمساله. طيب تعالى بقى نجيب رو سي دي. ها؟ رو سي دي عليه كام؟ زيرو. زيرو. طيب اللي انا عامله ده المساله دي اوكي. اللي انا عامله ده ما ينفعش بالوضع ده. ليه بقى؟ هي المساله اصلا هي ايه؟ مش رو. لو رو انا يا جماعه كانت بتجيب بتاعت الاسبوع ده بس انا ما وصلتش حاجه اتكلم عنها. بس انا بقول كده ليه؟ دي هنا لو رولر الاليمنت ده هيقول مني كده سوي يبقى سوي. يعني يمكن كويس ان انا نسيت احط رولر عشان تعرفوا الفرق. ماشي؟ فجت في امتحان فاينل قبل كده كنت حاطط دي رولر بس طبعا كان حاطط هنا فيكسد فبالتالي يبقى عندك سيتا وجدا عشان تبقى مبابي ومعاكين في مجبرين ما تخليش كتير. بس الناس في الامتحان عملوها ايه؟ نو سوي. طبعا حل مساله ثانيه خالص، حل امتحان تاني مش حل امتحان معاك ضيع وقتك وخلاص. خد بالك اتاكد ان المساله نون سوي. يعني ايه نون سوي؟ يعني مفيش اي سبورت تخلي المساله تروح كده او تروح كده. او ده معناه نون سوي. او طبعا تطلع كده او كده. ممكن السوي يا جماعه يبقى فيلد مش لازم سوي يبقى ريزولت. يعني ايه فيلد كده؟ يعني ممكن يبقى سوي انا مثلا عامل لك مساله كده. ده سوي ايه؟ ده سوي ايه يا جماعه؟ هوريزونت. هوريزونت. ممكن اعمل لك مساله كده. ده سوي ايه؟ فيرت. يعني ده يطلع وينزل لان رولر. اما ده دي رولر يروح ويجي كده. تمام؟ ممكن مش لازم سوي يبقى هوريزونت عشان انتوا دايما برضه تيجوا في الامتحان تطمن على السوي هوريزونت تكتشف ان في كارثه ان في سوي فيرت. فلازم تراجع على اليمين ان كل السبورتس اللي موجودين. على فكره دي سهله قوي. ازاي تتاكد منها؟ تتاكد ان على ان في الرأسي في الاتجاه الرأسي في حاجه واحده تمنع الحركه الافقيه. في الاتجاه الافقي في حاجه واحده تمنع الحركه الافقيه كده تطمن. يعني ايه؟ هنا في الاتجاه الافقي خلاص هم دول ممنوعين افقي. هل في حاجه في الراس تمنع الافقي؟ لا يبقى سوي. هنا هل في حاجه في الراس مانع على الراسي؟ اه الفيكس اللي تحت. بس في حاجه مانع على الافقي في الافقي؟ لا. بس اتاكد ان على الاقل اتليست في سبورت افقي يمنع الافقي وفي سبورت في الراس يمنع الراس. بس مش دايما افقي مين؟ نرجع لمسألة تاني. همسح هنا بس عشان بس نرجع هنا في 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 بس الممبر ده بتكلم على كل ممبر على حده. ما كنتش اقصد المساله كلها. قلت لك ان كل ممبر في حاجه على الاقل تمنعه من الحركه الافقيه والراس. ما هو انا استنبطت الممبر نفسه. يعني ممكن كان ممبر تاني بعديه. يعني ممكن ده كان يبقى رول. كده كده في سوي فوق في الممبر ده هيحصل له سوي. بس ده مش هيحصل له سوي. فاهم قصدي؟ يعني اللي فوق هيحصل له سوي يتحرك بس مش هيسحب ده معايا ده مبنى. فهمتي؟ يعني ممكن السوي يبقى في ليفل اي مبنى عندنا يبقى كذا ليفل. ممكن مبنى من دور من الادوار يحصل له سوي بس الادوار اللي تحت ما يحصلهاش سوي. حاطط استراب هنا واستراب هنا في المبنى مش هيتحرك افقي. بس الدور اللي فوق مسموح له يتحرك افقي لان مفيش استراب لفوق. انا حطها من تحت الفورس اللي هي كده كده مش هتخلص. ايه؟ حطها رون كان الفورس اللي هي حطينا ايه؟ فين؟ فاهم؟ كان بيعمل ايه؟ هنا؟ كان بيعمل ايه هنا؟ اه وانا حاطط هنا ايه؟ لا ما هو عكسيه تمنع الحركه العكسيه. المهم انا بس عندي كده نقص سوي مش محتاجه حاجه زي كده. انا بقول لو مثلا لو يعني لو الوضع ده اه مفيش حاجه تخليها سوي. الوضع ده هي نقص سوي خلاص. تشيل حاجه تبقى سوي. انا بقول ايه؟ هي كده نقص سوي. عشان تبقى سوي شيل ما تزودش. هتزود هي هي مجموعه.
فتزود اي حاجه كده اصلا ممنوع. فاهم قصدي؟ هي ممنوعه. فزيادتك انت اي حاجه تزودها مش تعمل حاجه تاني لانها وزيادتك ممنوعه. عايز بقى تخليها سكويشي ولا تتحرك. ها يا جماعه بص دي كام؟ زيرو. مش ده ما عندوش كود كده. ما عندوش كود كده. ماشي؟ اي سي دي يساوي اه بالظبط. هو الكود كاتب كده يبقى اي سي دي يساوي 4 وبي سي دي يساوي 2 واي شارب سي دي يساوي 3 من غير ما تخش الجنب. خلاص انا عارف. طيب كفايه بقى كده هنا المفروض نعمل ايه؟ نعمل حدود بتوع الاربعه اللي انت عاملهم كلهم هنا. بحاول اصغر الوقت شويه. طيب اولا هنمسك الاليمنت ايه؟ تعال نمسك الاليمنت اي بي. اي بي الحدود القليله بتاع اي بي بيبقى ايه يا جماعه؟ فيكس انجن. ها فيكس انجن يعني بقى تربيع الستيفنس اي اي صح؟ على كي اهو بص هناك هنا دي كريستال. استنى بقى فورمال دي كريستال اللي هناك اللي هو بتاع الكي. هنا هنستنى بتاع الكي. هنا هنستنى بتاع اول ما بيبقوش كي. هنا هنستنى الكي ده فيكس انجن يبقى ده كام؟ كوين 7 بكام؟ ها يا جماعه هنلبس هنا ال 1.5 1.5 1.5 ال فده 1.5 ال لكل تربيع. خلاص يبقى ده كده حدود بي كريتيكال. ولا بي كريتيكال على ايه؟ اليمنت اي بي يعني ايه؟ بي كريتيكال كلها. طيب يبقى اذا باي تربيع اي اي على نفس القانون بالظبط بس بدل من 7 نستخدم مين؟ نص. لان انا بعمل مين؟ فيكس فيكس. انا بعمل مين؟ فيكس فيكس. يبقى ده هيبقى نص ال لكل تربيع. يبقى اذا اقدر اسجل من هنا ان بي كريتيكال للرينج بتاع اي بي اكبر من تقريبا هنا. انا هنا التقييم هيطلع حساب ستاتيك كابيتال 0.7 مش 1.5 وبعد كده اتربع تطلع 0.9 او 7 ودي 0.9 او 7 باي تربيع اي اي على الاي تربيع. اما ده لو حسبته ده سهل ده مش محتاج كابيتال ليه؟ 4 طبعا انا هنا كاتب ال محدش فيكم نبه لي طبعا دي مش ال صح؟ ده 1.5 ال خلاص تعبت مش هينفع لازم نكمل. يا ولاد الساكت لو في مستريبي كمان شوية تمام؟ هنا لسه معايا وقت. ان شاء الله يكون في امتحان فايف. طيب يبقى هنا نص في 1.5 يبقى 0.75 تربيع ونقلبها تطلع 1.78 1.78 باي تربيع اي اي على اي تربيع. قلت في ايه؟ مفيش لا متر؟ قلت في متر؟ عذارى اكيد. لا 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 بس لو 10 بس بيلفوا في الدفعه هقدر اعوضه. اه والله اللي تعرف اصلا اكيد صح. اه انا مش كده بس هم رايحين الامتحان اللي هياخد. طيب يبقى هنا في كريتيكال بس طيب يبقى في كريتيكال. يبقى ايه يا جماعه هنا بعد كده هنعمل الاليمنت بي سي. يبقى ده بص بقى الاليمنت بي سي ده بقى عشان ده بقى تك هنا ده اختلف على كل اللي عملناه. بص ليه بقى؟ النقطه دي الاحتمالين بتوع حيوان ايه؟ فيكسد تنجن. والنقطه دي برضه نقطه تدور فبقى الاحتمالين بتوع ايه؟ فيكسد تنجن. اقل احتمال بقى من الاحتمال اللي انا قلتها انه يبقى ايه فوق وايه تحت اقل حاجه هنجن تنجن. برافو عليك. يبقى ده يبقى هنجن تنجن. ده يعني ايه؟ اثنين واحد. ها باي تربيع هو ستيت بتاعت الاي اي على السكوير. السكوير. طيب بس انت بتعمل حدود يمين يبقى كريتيكال على الاثنين. اوعى حد يغلطنا في الامتحان. يعني خلي بالك مش الامتحان كله ضاع بسبب حته زي دي. خد بالك انت بتذاكر دايما اتاكد هو بي كريتيكال ولا بي كريتيكال على الاثنين. اسال نفسك قبل ما تيجي تمشي وخلاص. طيب هات الحدود بقى اعلى حاجه بنبقى ايه؟ فيكسد فيكسد فيكسد. اه حد رينج واسع بس متاكد انه في النص. تمام كده متاكد من النص. ها يبقى ده كام يا جماعه؟ باي تربيع اي اي على ها نص نص ال كل تربيع. يبقى اذا انت بتبقى دي كريتيكال وما تنساش انها تضرب في اثنين لان دي كريتيكال على اثنين. ده طبعا اللي هي اثنين اكيد يبقى ده اثنين باي تربيع اي اي على كل تربيع. ده كام؟ نص دي اربعه اربعه بس اربعه واحد على ربع لسه ربع في اثنين يبقى كام؟ 8 يا جماعه 8 8 طبعا انت مش واسع قوي اللي دور هنا اكيد طبعا مش هدور هنا هنقعد نعمل نشوف بقى مين فيهم اللي هو اللي كسر الاول ماشي برضه مش هتقول جاي ساعه جاي مباشر اللي ده اصغر واحد فيهم برضه بس لسه ما نعرفش اللي جاي ده يكون هنجرب بقى تعال نجرب يا مساء يا رب يطلع طيب ده جاي بعد كده هنا سي اي سي
سي بقى هو بيك كريتيكال كله صح اتفقنا جاي مع بعض. ولو قلت انا عايز الدي ده لفوق كنتش هعمله رينج يعني يبقى كام؟ زيرو زيرو يعني ده هيطير لفوق يبقى ده عايز زيرو. في حاجه برضه ممكن يعمل بيها على الدي فوق مين؟ دي مستحيل مستحيل لا لا هو مستحيل بس انا ينفع الحل بس ساعتها هخش الجدول في عمودين بس انا كنت حاجه زي كده في عمودين عمال ريجنشن وعمود الكومبريشن مفيش فرق ايه؟ في بس حاجه ما هو في بطن في ده هتخلي ده يتحني لما ده يتحني ده هيتحني اه ده مشدود لفوق بس اتحني ما تدخلناش بقى في السكه دي. هو في يا جماعه في عمود للتنشن في عمود للتنشن هنا احنا دايما في بالك احنا بنشتغل على عمود الكومبريشن طبعا في كل هيسبب التحني التنشن يسيب الكومبريشن يبقى هو ما حلش اصلا في البيت يبقى هو كان اول مره يحل في البيت. طبعا انت لما كنت حل في البيت هتبقى عارف ان انا بشتغل على عمود من ناحيه اليمين اللي هو الدي كومبريشن مش عمود التنشن هي مخصصش وقت محاها فاينة ماشي. والدكتور طول ما جايش في الامتحان زي ما قلت لكم كده على النص متريك برضه ايه؟ ما مش حاجة. طيب سي الكويت البيع السي يا جماعة الحدود الدنيا دي يبقى هنجل ايه؟ هنجل فيكس واقصى حاجة يبقى فيكس فيكس والرينج اللي بعمله بي كريتيكال ولا بي كريتيكال على ايه؟ لا بي كريتيكال بي كريتيكال على بي كريتيكال تمام. يبقى ده كويت البيع الستيب بتاعته ال اي اي هنا بوينت 7 طوله ام يبقى بوينت 7 ام كل تربيع هنا باي تربيع الاستيفنس هنا بتاعته 2 اي اي على نص ام كل تربيع يبقى اذا البي كريتيكال ده بيساوي اكبر من الرقم ده قلنا 1 على بوينت 7 تربيع قلنا 2 في 2 يبقى كام؟ 4 هو 4 بيكون 5 نفس الحاجه لو كنت 4 يعني انا كده كده اصلا بزيد شويه عن الرينج ده الرينج ده الرينج ده اقل يبقى 4 باي تربيع اي اي على ايه؟ السكوير السكوير وهنا 1 على تربيع 4 في 2 يبقى 8 قصدك برضه جاي المساله دي برضه سهله ومباشره ان في واحد فيهم زياده عبال اصلا ما يوصل لاقصى حاجه هيكون الكسر يعني المساله دي ما ينفعش يزيد عن 1 من 7 8 لان لو زاد عن 1 من 7 8 عشان تخش في الرينج ده او الرينج ده يكون ده الكسر يعني عبال اصلا ما يمشي في الرينج ده يكون ده الكسر شايف عصر مش هيك الرينج ده هو اخرك هيبقى ايه برضه 1 من 7 8 و 9 و 7 بس عامل ايه هنا هنا لو كنت 9 و 7 اهي 1 من 7 8 الثاني بادئ عند 2 يعني بادئ بعديه بشويه 2 بكام؟ ب 8 اهي ومن 4 ب 8 4 انا عندي كام دوس هنا يبقى اقل واحد انا عنده بدل الحد الادنى ليا وافضل ماشي 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 لحد ما اجي هنا خلاص ما اقدرش ازود عن كده هي الفكره كلها انك في اول ما انت ماشي بخطوط راسيه لو عديت اليمنت من اليمنت فاتكسر صح؟ فانا ما اقدرش اعدي ده لان انا عديت ده خلاص ده اتكسر خلاص فانا ما اقدرش اخش اصلا في الرينج اللي بعده. طب تيجي نصعبها شويه؟ تعال نصعبها تعال نوصل ده بس مش مسالتي يعني دي حاجه ثانيه تيجي في الامتحان يبقى هنا ناخد ده 3 تمام؟ وده خليه 2 واللي في النص من 1 ل 4 4 يعني خليته كلهم داخلين في بعض وخليه ده كمان يعني مفيش خليه ده كمان مهم من 2 ل 3 يعني 2 قليل 4 او قليل 8 3 ونص المهم يعني هو والله لو عملت ايه وعملت اللي انا عامله ده هتجيبها صح وجبت قرار اهو ننزل انا وخدت راسي بقى لحد ده ونفضل ماشيين 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 مفيش اي حاجه فيهم اتكسرت لسه ما عدتش اي ماكسيمم حاجه فيهم ونيجي نقوم نازلين هنا على ده يبقى ده خلاص ده اتكسر يبقى اذا من 1 لكام؟ ل 3 ماشي؟ طيب خلينا اقول حاجه بقى ثانيه فضل 4 كده 2 ونص يا جماعه 4 كده 2 ونص 4 كده 2 ونص الرينج بقى عامل ازاي؟ وادي ماشي 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 ما اقدرش اعدي 2 ونص لان لو عديت 2 ونص الرينج ده اتكسر هيبقى اقصى حاجه كام؟ 2 ونص بس حط الخطوط وانزل الكلام ده مش صح مش هتتحسن بص القوانين لا دي ازاي؟ لا اول حاجه بتلخبط فيها اول حاجه اول
حرف الاولين القانون بتاعها اللي فيكس تنجي
وكمان مش بس كده ده ما عملش دور لان الرو بتاع السي دي كام صفر يعني ممكن اجي اشيل ايه احط ايه 3 تمام جمع يبقى الجوين انا بسيب المومنت عند السي دي يساوي صفر اجي بقى اجمع الام سي بي زائد ام سي بي زائد ام سي بي يساوي صفر نجمع بقى ناخد اي اي على ال مشترك اهي هيبقى في حاجه مطلوبه في سيتا سي ثلاث حاجات في حاجه واحده مطلوبه في سيتا بي كام ده بيساوي صفر اهي المطلوب في سيتا سي هو اي بي سي زائد 2 بي سي اي زائد 3 ده كله مطلوب في سيتا سي المطلوب في سيتا بي هو مين؟ اي بي سي بص بقى الستراكشر دايما عندنا بنقول عليه ستراكشر سيمتريك في الاستيفنس ماتريكس بتاعته فدايما الغالب اغلبيه المسائل الحلال لما نعمل سبراي هتلاقي ان المطلوب في سيتا بي يبقى زي المطلوب في سيتا سي عشان الماتريكس تبقى سيمتريك ايه اللي انت بتقوله ده هتشوف دلوقتي فانا بس بقول لك هنا انت هنا بص ده مطلوب في ايه سيتا بي 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 سي بص ده مطلوب في ايه بي بي سي برضه مطلوب في سيتا سي بيبدلوا مع بعض هنا في الحته دي ماشي نحل بقى المعادلتين مع بعض نحل المعادلتين مع بعض طبعا انا هل معتمد صوت زي المعروف ده حاجه كبيره جدا صح؟ نعمل ايه؟ نحطهم في شكل ماتريكس يعني ايه ماتريكس؟ يعني ماتريكس مطلوبه فيكتور تحس لما اخد صف عمود بتاع المعادله الاولانيه واضرب صف في العمود بتاع المعادله الثانيه احط حرف كتير تمام؟ خمس حاجات خمس حاجات بس هسيبها رينج اللي انا عايزه هسيبها رينج اللي انا عايزه ومنها جيب A A B ما جيبش B B A B اللي يمشي في B A B ده مش عايزه
واجيب برو هنا بقى اقول ان لو بي سي هي نفسها لو ايه رو سي اي فبالتالي ايه بي سي هو نفس اي سي اي لانها نفس الرو تلاقي نفس ايه يبقى ده ايه بي بي سي كده انا جبت كل اللي انا عايزه في المعادله دي بس الاجابه دي هنفرض بيك انت لو عملت ايه بص الرينج كده يبقى اول كام واحد 5 على ال 8 اجيب برو اي بي اجيب لو حطيت واحد ده بواحد تاني واي تربيع كده على التربيع نزل الرو كام؟ 2 وربع 2 وربع صح كده لسه جايبها دي كانت 0.7 واحد المساله اللي فاتت هنا اهو حط هنا واحد لو حطيت واحد واديك واحد تطلع كام؟ نص نص تمام؟ تمام فاكر المساله دي ولا المساله اللي فاتت مش كده نص ها نص هنا لو خدت الدبل هجيب نص 3 قلت 2 9 5 وهنا 2.1 9 4 خد بقى دول اطلع اقرب من بعض اجيب الراجل مش صغير هيطلع طبعا معاك الراجل كان سايد مش عمره ما يطلع معاك الاول طبعا صغير هيطلع معاك الراجل كان سايد 31 حلو 31 خلاص انا عرفت خلاص دي واحده هناخد الرقم اللي بعد كده كام يا جماعه حلو 1.2 وناخد دي ونجيب الروهات تمام بس نجيب ارقام عشان نجربوا في البيت اخيرا مش هاخد 1.2 هناخد 1.5 فخليها واحد ربع، هاخد واحد ربع، يعني نجرب واحد ربع، احنا بنجرب يا جماعه بنجرب. واحد ربع هيطلع رقم 2.813، هنخش الجدول ده هيطلع 3.5، هنخش الجدول تجيب الرو ده هيطلع 0.625، بالتالي ده يبقى 3.1، وده كام؟ وده 2 وربع. تقريبا. ماشي؟ 2 وربع ده الرقم ده هيطلع معاه فوق يطلع 4.2 مش عارف بقى. يبقى انا محتاج اسيب شويه كمان اهو انا اهو بقت اربعه اذا يبقى انا عايز انا رايح للصفر اهو هقوم جايبين يا جماعه 1.27 مش هعملها بقى لو قلت لك قبل كده 1.27 طلعت دلوقتي 39 يا خلاص اذا سمعت النهائي اذا بيج بنت كام محتاج اسيب شويه كمان ما هو 275 باي ترجيع الاي على ال اس تي